الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسر خيار تقييمها بدنا هو ده نجلس عطاي ميل كستة جوتان وحد كسر دوا تام برنامج كسمال وهذا هن وكلات كذا وتان تلفيش كقرن كسمال الآن برنامج كسمال يهبين كعوا وحنو يلي دوناك قيب غاتا كواد برنامج ك ومحمد علي عبد الله. محمد علي عبد الله هذا الله وصحبه نكسر السلام عليكم محمد علي عبد الله. عليكم السلام. كسر دو تلفزيون كقرن كسمال لان برنامج كسمال يشكل دس قرسين تسمتها. محمد تفاصيل قرسين الأرض هاي أدي أحاول خلق قبتيد أنا جد دواليش هل كده جنت هاي انتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي ومحمد علي عبد الله جامع. واحد أنا هيرد دكت جامعة درجيسة. حافظ عندي جنة ودي من محمود هاي بقى راح نحافظ قرعة. برنامج كده هروض دواليش كلام محمد علي. ها وان تاو المشروع برنامج كان كان المعلومات كيس جودا ذاك تو اما غوري قاعد كداون السيد بالخورها نورت رنتي ان برنامج شنو برنامج اد يا دو قيمه بدن اسلام مركان اي كيف فايستان ان تذكر هي سومال ان يتو في الدريو كلبا ان قفكي ان وخه كغه فايستان كرا سو كل دينتا دنگ كيو ما ديو كلا ان وحاني ان فايدو لدي ان دمان دسك مسلمين تايو ان تذكر سومال نور حنا انت برنامج كداون السي سؤال أدو كيف هي ليست هي محسوسة تايوات سلالة هي والله برنامج كان بيقوني وهاي أما استقال كيف هي ليست هي من رقنها تا مدينة تا ما معلومات كلا أو تاريخي هات أن هاو جتان دي إن برنامج كورتا أي مچورو تيقوان دعوة إن واحد شريس سؤال فربضان أو أن كيف هي ليست سيد الدين تاو كلا رقنكا إيو مادية العلي سهل هبين كي مركات سؤال شو كيسي انت تكتش وابتي انت تقربو بيدو كوي بضان كورتا هبين بوا دي سيو إن برنامج وقائن هبنا ويجرى فضاني سؤالو هبنا ويسوق كناني لكن وشرتي هو سؤال سكائن إن مدى الوقف كتير كريم وهجاك برنامج كان واحد أدو حسوسنا تاو محمد وين الله بكا توري دانو سيدو كلا إن الله بتشيرنا دويني نعاون دوران مرنا تليفون كان الله هدي دانو هدي بتشير تعيد أينو كتب من ناقون سؤال شكوات بسم الله مرايد كورت عليك سؤال شكوات صور كان قف كم مقضى وصور كان قفك كم مقضى وبا وسيرك بيرها فارح علمي قيدولة تا قدوميها بارلمانك عبد الرحمن محمد تا مدحوين كحيقينك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي حا قدوميها محكمة دسرى يوسف إسماعيل. بسم الله سواشا دانسكو كتين وچاد تا أدواه مدحوين كحيقينك سومالي لان عبد الرحمن أدو مكا سورك وسيارة يكتو ورتو رنتي ودبا مدحويني بحيني دوكيغا سيفي عمانو قرن ها سيفي عمانو قرن يا عبد الرحمن مدحويني كحيقين كتي فيقين كدا وتمو يعني مكولا انتين انا بيس اقو سعودا اما ميال مناسبة سكو تبان دي ورتو ديسي ان فيس تو فيس انو مانا كنو لكن شو قيو متل مدو كالي مرة يوان ري اما حفلت مناسبة مكو كولا انتين حفلت مي مركا واحد كوات كيسان اسا انو صور كنيهي مدحويني كحيقين كينا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وهجاك داو سؤاشا سايا وذيك دونا سيدا سايا سحكو تاي. مدحوين كحيين كان ادم سلام من ادوين الداوني. كل ما كان مناسبة لك كل انتانا ما عندي سؤاشا واني مدحوين ادكو حسيت حكي حكيين ادم سكو. وهجاك سؤاشا لبعض. مان صدى هاوينكا وحا كاميرا. مان صدى هاوينكا اما مان سوينكا هاوينكا وحا كاميرا با جيراركا. تا برامبركا تا غوغاليسيغا حا غابايغا. بسم الله سؤال شادن سكو تيه واين تا دو برامبركا تا او برامبركا غيرار كنا غيرار كواحن فليا اين انو كوچرا لكي سي دين تسكو اين ربنا واي غيرار كراما هاوين برابورا اين نمو مدقى ستي تا هاوان دقى ستي مقا حاسوسا تا تدعو يارو اكو برامبورا اين دورت كل الدين قفلوا لهم هي لكن ميلا عرسوا لي حفلة ذوك يها إن دمر كله بحنا كله كبر عمرا مركا وحيو كارسن دوينها والله وجهه رأيينا الله وجهه لك عطورة دت قوات كسين السنة تا أبرام براني قدونا قانك عقود إن شاء الله إحنا كنيوا بتعال وهاجاك داو ذيال سواش أسيا وذيك قدونا سيرة أسيا يسح كتاي ولا محمد علي ولي ما قرشته مي امرك احسن هذا ادو سفر ادو غفير سمرك ده اروس كا اللي ما ده برامبرك كا دعي طيب والله من ضنا ما عندها سنه يلا دال صدح
حق أقوين قفك إسلام كأه لقول لي هاي مركة لجر يا بحق إلهي يا حق رسولك عليه السلام وحق أقوين قفك إسلام كأه لقول لي هاي مركة لجر يا بحق إلهي سبحانه وتعالى يا حق رسولك صلى الله عليه وسلم وب حق شارك ت حق مساكين ت حق لبذا والد حق مسلمين ت بسم الله سعد هذا سود واحد ويان شاد واحد حق لبذا والد ش وحق لبذا والده حق شارك كور حق شارك ود وجر لكن سوي كلايره هري حق والد كور حق شارك يو مساكين توفي ملك ها وحويان ش وحقها لبذا والد وريدت كنا إنه هرسي هنا إن لبكة طرنا إنه هرسي. شالله إنقادي لكن. قاد كسنة صح. وهجاك دا وضيع الشيء إنه مركز سيئ جدا ناو حق لبذا والدة. سيدا سيئ صح كتار. سؤال شافران. تولد يفلة وحي كتالا قبلك. تولد يفلة وحي كتالا قبلك ب سناك ت صول ش أوضل ح ساحل. محمد علي يفلا ما قش مسا ما ركت سا يفلا ده تولب ما ما غلب أما مقالة ده يفلا ما بغلبة ها ما مغلب شاشة دزين وهجاك دا وضيال وحن دون نا نعاوسان وحن مرنا أفر أنا جي محمد أمريكي كواد نعاوين سين شاش واحد دورنا سا تولا ده يفلا واحد كوتا لا قبلك بقى بعد السناك تأصل شا أو ذا الحق ساحل بقى السناك إيه مسقف أياله إيه مسقف أياله تا وصل إيه مسقف أياله وشا وأو ذا إيه مسقف أياله وح وساحل يعني شو صار نقلنا حن علي فرب ضد بدنا فرب بدنا سوق شيء ضد يفلك يمي يقار كل شيء يقار بدن يوحين الليه وحويان بق وأه سناك بدنا ويكا عمسان قبل كسناك ما يلا ما كتك تي مقالك من السناك قبل كسول أوضلنا أوضل وكتك ساحلنا مرك حق الساحل بعد قاعد حق لا أوضل هو دارس مرك وحين هذين وبقوا السناقة إنها تكون راعي سيد إنها لبكها تورو عدو قانك ويا الله بعضا تكون راعي السناقة بقوا السناقة وأقاك داود السعاشة سي أيام وذيك دونا سيداسي أي صحكو تاي هذا اللي قصة عبي رئيس سناقة يفلام هابين بدويدا برنامج داوان يقلسها اللي يقف مقصود دقان كان رسول الله برنامج كمان حقا كان تانو وحكا على سؤال لي يفلم وان حسوستي أدمو سلام يا دمان تود با يقى يو دا قبلا دا كلا سمال الله أمبا شن عدالولك وحل عيارة عدالولك وحل عيارة با مالنتي تا قلبتي تا هبينكي حا أرورتي أحنا مقاتي سنيا سياشا تا ده تا هبينكي عبد اللول محمد علي ولي ما عيارته عبد اللول ده ما نعيارين لكن ده عيارين عيار يا ركت رودي كونه ما عيارته رودي كونه قشافته دينا والله دور عيار شبابات دينا الله بس ده دور عيار كروبوتي دينا عيار كروبوتي عبد اللول شو مبين عارسة أنا ما عاون عيارنا على قبل أبو شاء وبعد كوات كسر سا شاء وهبين كيا شاء وهبين كيا وأجاك داود السؤال شاسع يوم وذيك دونا سيدا سيا يسح كتان لأنه عذاب اللي يروح لقد يحل عيارة يا إيه أور كلا ررتو إيه ونعكسن وحلا يدا هذا أور كلا ررتو إيه ونعكسن ولي بوحلا يدا هذا ب هين ت قرقرشة ت بيمدادش ح انتبه جيل سيسك تي محمد جيل وان اسكا قنا اسكرت قنا لكن جيل مناط راعن حلال انا ما تينا وسرقتها من سوى صعده يا دي سوى صعده ها
daba awrka la rarto ee wanaagsan. Waa hagaag laba ka mid a ayaan kaa saari doonaa. Waxaa isku soo haray gurgursha iyo xa oo ay ku jiraan labadii hore hayinka iyo biyamadaadshiiba. Xa oo intaba ku adkaysanaysaa. Waa hagaag dawada su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Todoba xasaasiyan soo gaarnay mogta aad nu xasuusno laba jeero dadweynaha mar dadweynaha iyo maraan laba kaa tuuray wani mar telefon waa inoarsa saddex un baan inogaarsan intii kale markaan taa ka gudubno. Taabicigii uu horeeyey ee wax ka qora duulaanadii rasuulka naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa haatee waxa uu ahaa taabicigii uu horeeyey ee wax ka qora duulaanadii rasuulka naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa haadee waxa uu ahaa ba subeer binu cawaan, ta curwa binu subayr, ja kacab binu maalik, xa nasri binu xujaaj. Waa hagaag daawadayaal, waxaan doonaa inaad naga caawisaan. Todoba ayaan maranaa, runtii waa meel aad u xasaasiya, aad uga fiirsada su-aashana. Su-aashu waxay doonaysaa taabicigii u horeeyey ee wax ka qora duulaanadii rasuulka naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa haatee waxa uu ahaa ba subayr binu cawaan, ta curwa binu subayr, ja kacab ibnu maalik, xa nasri ibnu xujaaj. Imise qof ayaa le waxa weeyaan ba oo waa subayr binu cawaan? Imise qof ayaa le waa ta oo waa curwa binu subayr? Imise qof ayaa le waa ja kacab ibnu maalik? Imise qof ayaa le waa xa waa nasri ibnu xujaaj? Wariya maxaa cali ha dadkii aamusiye baa isleeday garanaya bay dhaaftay way waxay sidee aqaldin oo dad gacanta u taagtaan. Laakiin dad cid lagama waayo. Saddex qofba inagu yidhi waa nasri binu xujaaj aanna ku jirto taasaa ka shakisanta. Laba inaan kaa tuuraano inoo harsan taho hal mar kusii xaqiijino. Xa oo nasri binu xujaaj? Xadaa markaa si wada eegna. Waa hagaag daawadayaal, xada ayayn wada eegi doonaa. Su-aashaasi ayaan wada eegi doonaa. Sidaa si qalad ayay ku tahay, waa curwa binu subayr. Waanu dhadhaweynay maadaama labada kale asxaabiyan aadan loogu sacabiyo. Aad iyo aad wakti aan aniga maantinta. Waa hagaag daawadayaal, weli barnaamijka Soomaali ayaan ku guda jirnaa. Waxaan u yeeli doonaa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka waa Mawliid Sidiiq. Mawliid Sidiiq loo sacabiyo. Asalaamu calaykum Mawliid Sidiiq Maxamed, kusoo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliland barnaamijka Kismaal. Waxaa tafaasiil iga siisaa Mawliid, arday tahay, halkaa degan tahay iyo tafaasiil. Arday baan ahaa sanadkan foorka dhameeyay. Sanadkan baa foorka dhameeyay. Weli natiijadii laydiima soo laydiima sheegay. Waxaad aad u xasuusnaataa laba inay dadweynu ina caawin doonaan, labana aan kaa tuuri doono. Maadaama imtixaankii foofoor ka soo baxday, waxa biyo ka badnima sideysa. Su-aashii koowaad, Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa haatee markii uu yaraa waxa uu ka shaqeyn jiray? Nabiyullaahi Maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa haatee markii uu yaraa waxa uu ka shaqeyn jiray? Ba adhiga ayuu raaci jiray, ta masaajidada, ja malcaamadaha, xa beeraha. Ba oo ah Nabiyullaahi Maxamed markuu yaraa adhiga raaci jiray. Weli dadweynaha ay u ka harsan inaad laba kaa tuuran ay ka harsantaa. Waa hagaag daawadayaal, su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Ambiyada qaar badan baa xoolaha adhi raac ahaan jiray, maadaama mas-uuliyadda ay raacayaan ay qayb ka tahay. Laakiin dadkeenna
ariga in badan baa raacdo oo waa sunno wanaagsan in ariga la raaco. Weli waan xasuusto wadaad qof maalin sheegay ugu lahaa dadkeenu dee nabiyullaahi maxamed inu jecelno dadka qaar baa adigu raaci jira islaam baa beri lagu yidhi nebigu maxamed arigu raaci jiro way isqabsadeen ma ninkii u sheegay waa nebiga hawrana arigu raaci jira adaa raaci jireeye aflagaadada kadaa magadaasi waa taariikh weeye aad buu umaadsanta dayaduna maxaba nebiga u haysa unbay tahay laakiin waa shaqo wanaagsan intanu yaraa inuu soo qabto. Laba, dhasha sakaarada waxaa la yidhaa, dhasha sakaarada waxaa la yidhaa ba sakaaro, ta atoor, ja biiq, xa dhammaan. Muri sida sakaaro meesa aragtay? Sakaaro waa maxaa weriyey weliba? Waad eriyatay ma gaadhay? Waan gaadhinay. Waad ku daba xeeqdeen? Haa. Abaa shwey dhaak. Annaga bar mar maan eriyin jirna lama qaban karayn. Dhasheeda markaa loo baahan yahay? Baldeedina u dhibarta. Dadweyne qaar badan oo cayadii dhasheeda bay isu qabtay inaan ka hadlo. Waa hagaag. Daawadayaal barnaamijka si toosa ayaad qayb uga tihiin. Su-aashu waxay doonanaysaa sakaar, dhasha sakaarada waxaa la yidhaa, dhasha sakaarada waxaa la yidhaa ba sakaaro, ta atoor, ja biiq, xa dhammaan. Imise qof ayaa le waa ba oo waa sakaaro? Imise qof ayaa le waa ta atoor? Imise qof ayaa le waa ja biiq? Imise qof ayaa le waa xa waa dhammaan? Mawriid waad arkaysay biiq inaynay dhaheen, taasna ka shakisanaa, way ku jiri jireen ba soomaaligii fonfor ka berigi waan xasuustaa xayawaanka. Marka biiq maanaan maqal waan ku raacnaa imika dadweyne waa agaag daawadayaal ja oo biiqa ayaynu markaa si wadeegi doonaa. Su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Su-aasha saddexaad, arooska aroos soomaaligu berigii hore waxa uu ahaa toddoba habeen, habeenka ugu dambeeya ee arooska waxaa la yidhaa, arooska soomaalidu berigii hore waxa uu ahaa toddoba habeen, habeenka ugu dambeeya ee arooska waxaa la yidhaa ba gaaf, ta garab dhig, ja caweys, xa galbis. Laba ka mid a ayaan kaa saari doonaa, waxaa isku soo haray ba oo gaaf iyo ta oo ah garab dhig, ta oo garab dhiga. Aroos aroos ma tagtay horta weli? Kan argeysa mise kimiyiga? Labadaba waa tagtay. Markaa toddoba cisho markay joogeen, laba cisho maa isugu iman jiray malaa gaafkii weynaa waa toddobaa meesha ka baxay garab dhig de maxaa markaa la garab dhigaa soo nasaa macnaa magaada eegto arooska soomaaligu berigii hore la yidhi marka aroos soomaaligii berigii hore habeenka toddobaad ee ugu dan gaafku habeenka u ahaan jiray mise u dambeyn jiray gaaf arooska markaa tagtid in isugu yimaada gaafka habeenkii waad markuu aroos ku dhaco isaga waa habeenkii waad arooska habeenkii kale waxaan isugu yimi jiray gaafka. Mawliid sideeb go-aanka gaadh ba'da wax gaafka ta oo garab dhiga waan ka nimaadna waa agaag daawadayaal baad ayaynu markaas si wadeegi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Masiganay mogta gaafka lagu soo gabagabayaa ma muddo dheer iska taa masigadata. Su-aasha afraad, rag walaalow wuxuu ku dhaaman lawaa, rag walaalow wuxuu ku dhaaman lawaa ereygaa waxaa yidhi ba aadan galayd, ta sayid maxamed cabdilla xasan, ja xirsi ammaan, xa wiilwaal. Go-aanka gaadh
labadii hal mar baa ku hadhay way turkana waagaag laba ayaan ka saari doonaa sayid maxamed cabdulla xasan oo ta iyo xa oo wiil waala waxaan moodi dugsiga sare inaan ku dhiganay nin dhibayo xa oo ah kulaad kaysanaysa waagaag daawada su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay shan geela marka la waraabiyo ee uu fulo waxaa la yidhaahdaa geela marka la waraabiyo ee uu fulo waxaa la yidhaahdaa ba webax ta guul ja jalaqle xa aroor ba oo marka uu fulo guulna marka ba oo webaxa ku adkaysanaysa waagaag daawad ilhakeed kadib waan isku soo noqon doonaa naga fogaanina tablagu ugu adeegiya toban taabo cilmi baa leh tamateed iyo xooguna tabta weeye hilaa ee somtel yaan la moogaanin sircaddii adduunkee u saraysay internet adeega 4g oo caalamka ku cusub ayaa markii ugu horeysay ay dalkaaga kaaga hirgelisay shirkadda somtel adeegan oo ah mid xawaarihiisa amaba isbiidhkiisa uu xoog u sarreeyo sekankiiba ayaad ku isticmaali kartaa mobaylkaaga iyo falaashta internetka meel kasta iyo goor kasta video call 4g gundogan xarakiya kbira li asfar borussia liwasa levandowski adeegyo sarreeya internet casri ah oo xawaarihiisu sarreeyo qiimo macquula oo loo daneeyay dadweynaha mar kasta meel kasta goor kasta sekan kasta iyo saacad kasta ha moogaanin somtel kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale geelu marka la waraabiye uu fulo waxaa la yidhaahdaa ba oo webaxa ayay noo taagnayd aniga iyo mawliid sideeq ku adkaysanaysa intii xaysi isku socdeen s waxbaa iska kaa bedel xayeysiiskii kadib ayaa nimaadnaa ta oo guula geelu marka la waraabiye ee uu fulo waxaa la yidhaahdaa webaxdaadii maska adkasan dadku waxay moodayan xayeysiiski kadib inaan wax kuu sheegay inay dadka waxbaan ku kala tagnay ayaana su-aal nima intii buu sii sheegay wubax taraareed maqli jirtay waa hagaag daawadayaal ba oo markaasi webaxa ayayn wadeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay mawlid waa naga shakisiisay dayntieed kadib su-aasha lixaad qofka beerta dibida ku qodaya qoriga uu gacanta ku qabsado waxaa la yidhaahdaa qofka beerta dibiga ku qodayaa qoriga uu gacanta ku qabsado waxaa la yidhaa ba qawtan ta irfi ja harqood xa xawdh qaar badan oo dee dhul beereedyo badan kasoo qeyb gala laga yaaba waa hagaag daawadayaal barnaamijka si toosa ayaad qeyb uga tihiin waxaan doonaynaa su-aasha lixaad inaad naga caawisaan su-aasha lixaad waxay doonaysaa qofka beerta dibida ku qodayaa qoriga uu gacanta ku qabsado waxaa la yidhaahdaa ba qawtan ta irfi ja harqood xa xawdh imise qof ayaa le waa ba oo waxweyaan qawtan imise qof ayaa le waa ta oo waxweyaan irfi imise qof ayaa le waa ja oo wax weyaan harqood imise qof ayaa le waa xa oo wax weeyaan xawdh aan isku soo noqono tiro isku dhow laakiin marka habliyo rag loo kala saaro ragu badani waxay nagu yihahdaan waa ta oo wax weeyaan irfi intaa in leego ilaa 18 oo laakiin hablo wada badan waxay nagu yihahdeen waxa weeyaan ja oo harqood hablaha beerta qoda madaxdaba u raaci iyagaa fara badnaabe inamada in raacda hadday inamadaasi ina qaldaano hablahaasi sax noqdaan ka waran hadday markaasi sax noqoto ta oo irfiyaan ku raacna
وهكاك داو يلتاين مركزي وديجي دونا وإرفي سواشا سايين وديجي دونا سيدا سايين ساحكو تاين تضبا سورة دي مركو نبيغو نحريسي نبدقل يبكوركي ساعته وآخريي مسلم إيو كفارتو بأي ودى سجودين وصورته سورة دي مركي نبي محمد نحريسي نبدقل يبكوركي ساعته وآخريي مسلم إيو كفار بأي ودى سجودين وصورته بياسين تا مؤمنون جا نجمي حا عنكبوت قبلتني. إيه. حلا لسه صاحبك. معلم بالله. معلم. إيه معلمك هنا قرا. إيه واحد شيخ تمام على سورة دي مركي النبي وآخري مسلمي كفار بي ودستشودن وصورة ياسين نجمي مؤمنون عنكبوت. إيه معلم الله صنت. نجم سورة النجم معلك اقرا معلك الدين تي انا عبد فلاش وين معلك حكو دغ جيري تربيه نو دغ تربيه دا جامع عبد فلاش بلدا ما شاء الله تشيلي ستار دال عبد فلاش بلدا ما شاء الله دونا بنو اللي تشوك بغو دبو سورة النجم نقرا عسى معلك اه قران هدي اي صح نقطة معلك اسي نصحو او تشاكن دور شرب الان هيا وقرا عبد فلاش اد بس صاحب انه سوق الدين لكن ان كيس دواء معلك اي حد ويدي ما وقت حين نقول يالني لم يتدين غان سما كل يوم سمينا ميل بس في ما دار ان كان لك معلك انه غار ودا شرك هدو سو اش سكل وير فهمو معلك اي واحد يوم انا اسمعت دي مال قفوا اما سكل وفهمي كلا سو اش انا فين وهاك داو ديال جاء وسوره النجميه ayn wadaagi doonaa su'aashaasi ayn wadaagi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay adbu ma sameeyay macallinku sideed ayaan gaarnay madaxweynihii masar ee sida lama filaanka ah uga degay caasimada yuhuudda ee tel aviv waxa uu ahaa madaxweynihii masar ee sida lama filaanka ah uga degay caasimada yuhuudda waxa uu ahaa با حسني مبارك تا أنور سادات جا جمال عبد الناصر حا محمد مرسي أنور سادات أنور سادات وين تا أو أنور سادات حسني مبارك حسني مبارك ما يبري ما هي مدحين وش سو قاعدين حسني مبارك لك سو مدحين جمال عبد الناصر وكوري كاس سونو محمد مرسي نه. وكلمك اخوان كي لا استوى استوى سكون تل ابيب قاعدين بابا سكون تل ابيب قاعدين مرقى تا او واحد نقول اسال امر سادة هذا وهاكاك داو ديال شاشة سي ايا مذيق دونا سيدا سي ايا صح كوتاي سكا اداهيدو وجيدلي اما اداهي وجيدلي با جريد وين تا قضح لي جا بري وين حا عليما بلارن فسؤاش السقارات جوابت نوى ألكتهاي ماشي أمر إن نوى ألكتهاي لابد بو حساسي أداهي ما ركته هذا هذا مي مارك شريف هذا هو شريف ما دوران هذا بقى شريف وين له هذا هو جاد له بقى شريف وين كوات كسنة صح كوات كسنة هذا هو جاد له جريد وين الله اكبر دحوك ما دام مسكك عندنا ونور هنا دافت ميلو ناس من سوق قاعد لكن ميلو ناس قال بي سوق قاعد انت شو على ربع انا كسوق قدامنا مركا تش با او اه جريد وين
ba oo ah jirid weyn waagaag dawd iyo su-aashaasi ayaan wadaagi doonaa ba-da ayaan wadaagi doonaa sidaasi qadad ay ku tahay caleemo balbalaaran ay leedahay aad iyo aad bay unaagsan maysoo gaarnay aad baan ku salaamayna aada lagu sacabiya asalaamu calaykum khadar cabdiraxmaan cabdilaahi madaxa xiriirka dadweynaha shirkada samtel oo barnaamijka dhex taalahaan kugu nimi khadar arrimahaan kugu casuubnay barnaamijka ala hadda si fiican buu socdaa qeybta ugu weynaada nagala shaqeynaya aad baan kaga mahadcelinaynaa laakiin arrimahaan doonin inaan ka hadla waxa weeye dadka soo hadlaya qaarkood marka su-aasha ay soo dirayaan dad aada u fara badan ayaa xalaynin la kaftamaya wuxuu yihi ceer gaabo markaan doonay su-aasha inaan kasoo jawaabno caawiyaha u tag baana leeyay ma su-aashana loo diidan yahay laakiin mas-uuliyaddaas oo dhan waa hawshii idinku aada wadeen marka waxaan doonayaa bal arrimaha tafaasiilaadka sida qaabka qofka usoo dirayo iyo qeybtan facebook ee dadku ka hadlayaanba sida aad waxuli lahaydeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn ramadaan kariim baan leenahay dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda reer somalilan iyo dhammaanba dadka afka soomaaliya ku hadla intaa kadib cabdirasaaq waad mahadsantay su-aasha aad weydiisay xaqiiqatan dadweynaha reer ceergaabo horta waan salaamaynaa oo maalin dhaweytaaban runtii aanu ka yimay aad iyo aad baan u salaamay sidii wanaagsaneed ay nagu soo dhaweeyeen gobolka waxaan si aada usii salaamayaa dadweynaha baran iyo hadaftimo ilaa halkaasaad gaadhaha runtii oo xaran cusub dhawaan aan ka furnay degmada hadaftimo marka waxaan leeyahy sidii wanaagsaneed ay noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa oo idiin salaamaynaa ramadaan kariim xaqiiqatan xaq buu leeyay qof kasta oo gobollada somalilan jooga oo network amba antenada somtel helaya inuu isticmaalo amba uu ka qeyb qaadan karo barnaamijka kasmaal xaq buu leeyahay taana waxa u fududeynaysaa hadduu rabo inuu ka mid noqdo macaamiisha ku guuleysanaysa mobilada waxaa ka liyaato oo ka xigta marka laga taga nasiibkiisa inuu fariin u diro 822 oo ah nambarka gaaban oo qofku uu fariinta u dirayo wuxuu ku qorayaa jawaab tusaale ahaan haddii xarafka ba ay sax tahay amba ta ay sax tahay jawaab ba intaas buu 822 u dirayaa markaa nasiibkiisa u qaadayaa dee 900,000 qof ayaa kasoo jawaabaya oo laascaanood ilaa low yacdo ilaa ceergaabo jooga dadkaasna runtii marka serferka uu kala xulo hal qof buu kasoo nasiib ahaan serferka uu soo xulayaa halkaa qof baana ku guuleysanaya hadduu gobol joogiyo hadduu degmo joogiyo hadduu hargeysa oo caasimadaa joogaba markaa qofkaa mobilkaa maalin walba halkan waata la guddoonsiiyay ee la siiyo marka waxaan leeyahy taana nasiibka ha maogaanina waxaa kaloo su-aasha ugu badan ee dadku ayna weydiiyaan ka mid ah dad badan baa jira oo raba inay halkan soo fadhiistaan oo ay ka qeyb qaataan su-aalaha barnaamijka kasmaal marka dadku waxayna weydiinayaan qaabkii ayaa nooga qeyb qaadan karnaa marka taana macaamiisha somtel waxaan leenahay waxaa keliyaato oo idinka xigta inaad mobilkiina aada lacag ku shubataan 24 saacadood ee u dambeeyey qof kasta oo lacag ku shubtay mobilkiisa somtel 24 saacadood ee u dambeeyey wuxuu serferku sameynaya uu soo kala xulayaa ilaa 30 qof ilaa 30 qof meelaha ugu yaraan ayuu kasoo saaraya amba kasoo shaandhaynaya 30 qof dadkaa waa lala xidhiidhaa qaarkood baa ceergaabo jooga se aynu sheegayna qaar baa low yacda jooga qaar baan kasoo qeybgeli karin beritoole inay yimaadaan mashraxa iyo xarunta tv-ga qaranka marka kuwaa fog oo kale way ka cudu daartaan inta badan laakiin inta dhow hadday burcan noqoto hadday boorama noqoto hadday gebila noqoto hadday berbere noqoto iyo meelahan runtii dhow xoogaa ayaan aad kusii fogeyn haddii balgobole noqoto hadday islaxle noqoto hadday daarasalaam noqoto meelo badan baa runtii laga yimaadaa oo halkan bay dadku soo fadhiistaan marka waxaan leeyahay taana runtii waxaa keliyaato idinka xigta un inaad mobiladiina iyo nambaradiina somtel aada lacag ku shubataan nasiibkaana insha allah waa idiin rajaynaya marka runtii haddaan usoo noqdo dhinaca facebooka oo dhallinyaro aada u badan iyo dad badan oo aqoonyahan runtii ay ku xidhan yihiin oo isagu gudaho keliyaata maayo xataa dadkii dabadda ayaa ku xidhan oo dadka qaaradaha adduunka kala jooga oo dhan baa runtii ka xidhan marka iyagana waxaan leeyahy horta ugu horeyn ramadaan kariim aad baan idiin salaamaynaa su-aalo badan iyo talo badanna runtii wadna soo weydiiseen talo badanna waad noo soo jeediseen talooyinka aad noo soo jeediseenna runtii insha allah si wadaan u qaadan doona aad noo ugu mahadsantihiin waxaa dad badan ina soo weydiinaya cabdirasaaqo maxaa tusaale ahaan ma noo sheegi kartaan waqtiga amba time go-an oo uu soo geliyo barnaamijka tv-ga qaranka uu kasoo geliyo taana waxaan leenahay dadweynaha idinku ku xisaabtamaya saacadda geeska africa amba hargeysa 10 habeennimo ayuu localka ka baxa isla markaana internationalka amba satellite-ka wuxuu ka baxaa 10 habeenimo isku waqti barnaamijyada kale ee celceliska iyaga runtii iyo waqtiyo kala duwan bay baxaan laakiin waqtiga habeen walba ugu horeysa ee barnaamijku uu baxaa waa 10 habeennimo marka iyagana waxaan leeyahy taa la socda haddii xoogaa barnaamijyadii sira riixaan oo dhowr minid uu dib yaro dhaco daas oran barnaamijkii mala caawa ma soo gelayay marka taana waxaan leenahay ka raalli ahaada waxyaalaha dadku aad iyo aad u xiisaynaya waxaa ka mid a qofka uu barnaamijku dhaafay ee mashquulsan in habeenkaa daawan sideen u heli karnaaba ilayn youtube-ka maad soo gelisaan marka iyagana runtii waxaan leenahay
يوتيوب كبرته وكل هاي تي في قرنكو واح سومالي ناشنال تي في يو ويب سايت كا تي في قرنكا واح سومالي ناشنال تي في دوت كوم لبدا برنتي وكيلي كرتان مالك است برامجكي لدوبي كسمال واحد كيلي كرتان يوتيوب كنا وكيلي كرتان باليتانا وانا فيسبوك انا نوصل لينك غرينس نو فيسبوك انا رنتي هالينكيغا وانو سوديغان خضر عبد الرحمن عبد الله مدح حرير كدد وين شكد سمت الاديات بخضر ما سنت ادي وقت غالي انا ما وهاجاك داود يال ولي برنامج كسبالي يكون كده شرنا كورن تي وناكسه وحن ويرد دوناك قريب قاطع صدحات إدريس أحمد محمد إدريس أحمد محمد هذا الله صعبية السلام عليكم إدريس أحمد محمد كسر له برنامج كسبال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد السلام نوي إدريس واحد تفاصيل نقص سين أرضي تالك هذا جنت هاي أنا جي معلومة داود إيش وكذا نسين كرتو عبد السلام كل واحد أرضي اللي اكتشفها معطى ألف إنفيرستي واحد عندك أنا تجمد أحمد دقة كارهان حفظ أحمد قرين فكرت كذا دقة تواك واحد نتا بيزنس أند مانجمنت دقاليه يو مامل كي مركا سؤاله إن بيزنس أند مانجمنت لبده هو بهينه ina lacagta yar kala gaarno management aan ku wadno saano yar baadeyno marka xadaa waxa sunaa tan laba jeerina dadweynaha in caawin doona laba jeerina laba ka turi doon inta kana business management ma ku wadi doona daleeda waaye bismillaah su'aasha koobaad waxa ku oranaysa malaga nabiyada ama anbiyada waxyiga u keenay jiray waa ba jibriil ta إسرائيل تا رقيب ح عتيد وحويان وباء أو جبريلة ملك جبريل باء أو ملك الجبريلة وقوات كسانسة طبعا وعليك داود السعاشة سوى وليك دورنا سيدا سيا يسح كتاك سعاشة لباد مقالة التون وحي كتر سنت هاي قبلك مقالة التون وحي كتر سنت هاي قبلك باء هود تا سلل تا مرود الشيح حا سناق أبسا مقالة التنوحة كتالا قولك يعني قولك هود لكي سي وكي رشك سنة الله حبدا فيفت فيفتي قلي مرود الشيح وكي رشك با ومرود الشيح حياد غشة كده لابا كم إذا أيان كاتور الدونة ومرود الشيح تا أويا تا ومرود الشيح يا حا او سناغا وحن قوتك سنية جاء ومرد جاء سناغ با تون ما ركت تون ما نرغل في المقلب جاء ومرد جاء قوتك سنسا واحقاك داود السعاشة سيوان وليقي دونا سيداسي اي استحكو تاين حيليقا جوجا حيليقا جوجو وحا او كاكو بني هاي xilliga gugu waxa uu ka kooban yahay ba 2 bilood ta 3 bilood cha 4 bilood ha 5 bilood bismillaah rahmaan wa ta oo 3 bilood gugu inta roob ku do waa gaag daawad yar ta ayaan markaas si wadeegi doona oo 3 bilooda sidaasi ayay sax ku tahay 4 ruwaayadii shabeelnaagood وحا ألفي رواية دي شبال ناغود وحا ألفي با عثمان أسكري تا عبد القيس تا يحيى ميقاك حا حسن شيخ مومين أحبدا ندوين أولي رواية ما داوني رواية داون داوني لكن إنك سمي أنا مرحبا أقول سمي شبال ناغود مركي اللي ليقى يبا داوت بسي يدو دوبا يا ده طبعاً وانا ده مكيل ليه البرنامج كقريب أيات كتير واحد دون نا عايزان سؤال شافرات أو يدورون سا رواية دي شبل ناقود وح ألفي رواية دي شبل ناقود وح ألفي ب عثمان أسكري تا عبد القيس تا يحيى ميجاج ح حسن الشيخ مؤمن إمي سقف أيال وب وعثمان أسكري إمي سقف أيال تا عبد القيس إمي سقف أيال شاء يحيى ميقاك إمي سقف أيال حاء حسن شيخ مؤمن وهكاك عسكو صار نقولنا ها واحد نقول عنا ددوينها هو حسن شيخ مؤمن ددوينها عين رعنا حاء أو حسن شيخ مؤمن رواية الشباب لنقض رواية دا رواية دا قعان سنبهات رواية دا
مركز لأجو مركز واحد سمي ابن أبوان حسن الشيخ مؤمن وكوات كسنة سا وعجاك دولة الحق لأين مركز سوى ذي جدنا سلا سيا يسح كتاي شن سؤال شنات أورك جيل اللي جود درا واحد ليلا أورك جيل اللي جود درا واحد ليلا ب ربي تا كورن شا بارقب ح دمان وشا وبارقبة شا وبارقبة وحيقول سمنا إن لبكا توري مدينه يقدر سفتون هوا يضبطه أور بارقبة مركز سجا جيل راعي ها وأجاك داود الشارع يجي مركز سي وديجي دونا أو بارقبة سداسي أي سحقته ليه فرسك لوجوش عليا هاي فردهن فرسك لوجوش عليا هاي فردهن أو ديريا وا فرسك لوجوش عليا هاي فردهن أو ديريا وا ب طرور ت عينب ش حمر ح قاتش حبطنا أنت زوينه هولي فرضا سياس هنا جيل يا دانجرني يا فرضا وجينا سوا واجاك داو ضيال ومركي لباد إن شاء الله هنا نعاوسان سؤال شو واحد دورنا سافر اسكن لو جوتش علي هاي فرضا أونا دير يا وا ب برور تا عينب تا حمر ح قاتش إمي سقف أيالا وحويان ب وحويان برور إمي سقف أيالا وتا عينب إم سقف أيالا وشا حمر إم سقف أيالا وحا قاتش لبقف وكميلي وحكوا لهذين وبعض وح برور تدفر بضان الله تريد دولا شوري حكوا لهذين وشا وحويان حمر احنا براعي لتدوينه تدوينه تدوينها او شا حمل هل مر بيوك عشان الله بكا تورا امينا تليفونك قرع وقف كسي حافيج الله بيك تورا الله بكا ميدا ايان كا توري دونا تدوينه يو حسراعي كي دورتين با الله بقف او ينيري برور يو تا عينبا عيدين اورن بس كساره جوان كغير ونكبد بان سماها مركا حاتري تا عينبا تا عينبا وانا عيدو غان تاغين يبا او برور لا وقف نغي دا مركا بعد سنوات برور برور لما أقف بان مركا كرة عنا إن شاء الله لدي لما أقف فينا قلدان كورا يقولنا اللي دتك انتي كفراء بان يتبوينا قلدان كل يقو حال اسم الله لك انتي قرمين جلاس لدي لما أقف فينا السحان أدوين مهتين العقدة قارنو سدح المليانة لما أقف قوني وين الله بحنا سما إن شاء الله كل لما أنت تكالك وذين أحد بيود المعتين ودد كل محبين أقول هذا وحين نقول رميض قلب إلى بين البحية هاي اسم الله هو خلد عود رسالة لكن أنت لكن ده لو أنا قفيك حقي يلا لي هاي وكل راعي سمركا إن شاء الله وحقك دوي البعض هاي المركز سيبوا ذي جدونا سنة ساعة يسح كتاي مركنا الله بدأ قف هذا لو يسع بي ما بين نقصين دقنك وحكى له الله يقانا دقنك وحكى له الله يقانا ب دبديلف ت دعو ش طبال ح دوري هذا دقنك طبال وانا مغلق دوري أيه يا دلف سركيه شكيه رجلا دقن مرکز لوقا گی سومالی میره های دکتر چبوتی کینی سومالی دو فرابند های سومالی دو چارکن های نو سومالیه
aynu jaarnahay iyagana oo sabab waranaya marka inagu doqo meenu dhahna dadka af Soomaaliga ku hadla si kalena marka oo yaqaana xagga konfurna wax laga yiraahdo dabaal dalka aynu dariskana Soomaaliyeen xana dabaal marka waxaan bisiga qoonaa jaadaas dabaal maadaama af Soomaaliga ku hadla yani iyaguna oo dabaala daba dhilif ka waran ma doqonaay daba dhilif may isagu macno kale noqonaya dacwo iyo dawrina dacwogaasina isaguna waa macno kale dawri ma garanaya kala mid ah dawri qofaasi waa qof dawri oo soo xaroonina ma dibadu kale ama maqasha marka waa ja oo dabaala waa hagaag daawadeed jacda ayayna markaas sii wadaagi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay sideed maanta dadka meel xasaasiya isla wada gaarnay maogtahay hulumbuhu wuxuu ka mid yahay hulumbuhu wuxuu ka mid yahay ba daanyeerka ta dulinka ja doofaarka ha daaniyaha wax jaan siya maxaa yeedhay inaad qof la hadasho ood weydiiso waxaan su-aal ba lay weydiiyey magaraansa marka waxaan u baahanay inaad su-aal ii sheegtay su-aashuna kelmadda waxa weeyaan hulumbuhu wuxuu ka mid yahay daanyeerka dulinka doofaarka iyo daaniyaha sad afartaa keebuu ka mid yahay hulumbaha hulumbuhu haa ma daanyeerka ma dulinka ma doofaarka mise waa daaniyaha haa wuxuu ka mid yahay haa sax marka muxuu ku dhacaa sax okay waad mahadsantay wey wey okay kum aad la hadasha waxaan la hadlay ninaan saaxiibnay muxuu ku yidhi marka wuxuu igu yihi hulumbuhu waa cudur ku dhaca xoolaha marka wuxuu noqonaya miskaada ka shaqaysiin waa dulinka weyaan hulumbuhu wuxuu ka mid yahay dulinka dulinka ha qofni xoolaha ku dhaca ha daanyeerka maaha marka daanyeerka maaha daanyeer waad aragtay daanyeerka ha doofaarkana waad aragtay doofaarkana waan arkaa daaniyahana daaniyuhu oo xirira daqiiqda kalaa marka laga yaabaad wax walaa ku dhacay ina dulinkaa noqonay waa hagaag daawadayaaltaada ayaan eegi doonaa taada oo dulinka ayaan wada eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay aad iyo aad buu mahadsanay sagaal yogol waa nooc ka mid ah yogol waa nooc ka mid ah ba aqal Soomaaliga ta weelka ja aloolka xa dhirta yagool waa nooc ka mid ah ba aqal Soomaaliga ta weelka ja aloolka xa dhirta waxaan waa sagaal baan marinaa maanta meel wada adag ma dadka isla soo gaadhay lakiin waxa muhiima inaynu meelaha isla soo wada gaadhno waa ba oo aqal Soomaaliga ba oo aqal Soomaaliga yagool ba oo aqal Soomaaliga waa yagool waa nooc ka mid a may waa aloolka aloolka ja oo aloolka aloolka yagool waa nooc ka mid ah baaqa Soomaaliga waa ka nimaadnaa ja oo yagool aloolka abaan nimaadna waa ku adkaysanaysaa idis axmed inuu sidaa soo gaarnay go-aanan ka gaadhno yagool ka
ماذا دو قدر سأصح في سما يقول ها ها ماذا ما أنت خارم مقابله و جاء ذاويا جاء ذا و بعض أقل سوماليا قوان كقاد و بعض ذاويا و أقل سوماليا ها و أقل دولة سعاشا سي أيام وليقي دولة مركا سي سوى سعي سحكو تاي سؤاشا طبنات سؤاشا والله بقول يا كنت تكونوا شركة صومالي لانا قدتك ضيحة وحا كمدة قدتك ضيحة وحا كمدة با سخرة تا تير سقالة جا ملدب ح أقالي ورنلي بسم الله حويا وح أه أقالي ورنلي ح أه أقالي ورنلي أقالي ورنلي آه تر السقالة ده تر السقالة وخوف ما خوف سخرنا سخرنا مكر ج ملدب ملدبنا سؤالشين وحوية الله بقول يوكا تكون وشيلنك سومالي لانا مغوانا تشيك يقلنك سوالة ويستو أدنا وقا فكر قوانك قاد وقاك داود يا سؤالشين وحوية الله بقول يوكا تكون وشيلنك سومالي لانا وقت بدلا يعني وقالتا وقدام بينتي وحوية حق وقا أقالي ولن لي سؤالشا سايا وذيك دونا سؤالشا سايا وذيك دونا سؤالشا سايا وذيك دونا سيراسي أي صحفي إدريس أحمد محمد طبعا بانقان وقتها قال لي قاعد بانك كم هاب عنين لنا صاحبك وفق الله شمعاني كيما مسي صاحبك ميوحة عنين صاحبي نعم صاحبتي نقال السؤال هذا بك بروتين نقال ساري نقال الله ياقو نقال عاو كل شيء قلنا وضعونا يا حد كلي يلسات كل يدي قيمتي سلاسين دارا سلاسين دارا هل قلت شوكي؟ ميبو شوكي ميبو شوكي وصوتنا ترعايا ايه دهب يحوة تقدر الدوتار ويتال الله يرى واقاك داود ايال ادبا ما سنتهي وحن نقول الدورنا ادريس مقعي ادريس ادريس احمد محمد ادريس احمد محمد تليفون صحو مقل صافيو تسلو غاهي صمتي قوغو هكا تليفون صحو مقل صافيو تسلو غاهي صمتي إدريس أحمد محمد لا بقول يكون تكون أشينك الصومالي اللي أنا أين الشقي الصومالي وقت اللي أنا نلقى تربان كريم هذا اللي وصل عليه أدبك وقام بريان إنا إنا تسيب وتد قوان كذي عسكر إن عندي أنت كل تناش الله ما دام أو أنا تبش أرد قرده إن شاء الله ويسكت إنا بنا سيد هذا اللي وصل عبيه مركز سيد إدريس سؤال شكو أبي تبناد أدونا أكبا لئيد آخرنا أسراد لئيد مهما هذا وحيري أدونا أكبا لئيد آخرنا أسراد لئيد مهما هذا نمتدعا وحيري با موسى عويل تا موسى جيلقاد شا إنا سوينا حا موسى علي فرور وإنا سوينا شاء إن سوينا وهذاك داود السؤال شاسيا وذيك دونا سؤال شاسيا وذيك دونا سلاس قرط أي خط هاي أو موسى أو الأديات وسط وقتها قال لك هذا ما أدري إن أدم فضام بديننا و
waagaag daawadayaal aad baan waqtigeena qaali dhiga mahadcelinaynaa. Runtii gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay, waqtigii ugu muhiimsanaa idinka idiin soo gudbin jirnay weydiintii aad warcelinta ku samayn doontaan weydiintii horaan dabcan markaasi aan ciddii ku guulaysatay abaalmarintooda aan siin doono. Weydiintii barnaamijka ka horreeyay aan idin soo weydiinay waxay ahayd ooridii rasuulka ee caaisha bintu abi bakar markii ay geeriyootay da-deedu waxa ay ahayd ba 44 ta 55 ja 63 xa 66. warcelinta saxdii waxay ahayd inay ku geeriyootay xa oo ah 66 jir. Dadweyne aad u tiro badan ayaa runtii kasoo jawaabay daawadayaal warcelin kusoo sameeyey, kuwaasi oo dhowta la kala xuli doono nasiibka cidda ku guuleysata. hase yeeshee weydiintii ka horreysay aan idin soo weydiinay qofkii ku guuleystay waxa uu noqday weydiintii ka horreysay waxay ahayd mayraxda kabadda laga sameeyo waxaa la yidhaahdaa ba jilow ta baroog ja romog xa dhammaan. waxa ay sax ku ahayd inay tahay baroog. dadweyne aad u tiro badan ayaa runtii kasoo jawaabay oo weydiintaasi warcelin kusoo sameeyey. dhammaantiinba waqtigeena qaaliga ayaan idinka mahadcelinaynaa. hase yeeshee intaasoo kun oo qof oo soo diraya messajka ama intaasoo boqol oo qof markaa dhuta la kala saara hal qof ayaa nasiib u yeelanaya. su-aashaasi uu kasoo jawaabay waxaa nasiib u yeeshay yuusuf cabdulcasiis jaamac oo lambarkiisu yahay 9195429. waxaa hadda igula suganyaa fariya studio televishonka qaranka yuusuf cabdulcasiis. ha soo dhawaado si aan u guddoonsiino adiyad saadiisgalas. asalaamu calaykum yuusuf cabdulcasiis. calaykum asalaam waraxmatullah. kulanti wanaagsan kusoo dhawo telefishinka qaranka ugu horeyn. su-aashan baad warcelin kusoo samaysay mayraxda ama kabadda laga sameynayo, xagee ku sugnay markaa kasoo jawaabaysay? waxaan ku sugnaa walaal guriga gurigayga oo kusu ah Hargeysa. markaa aad eegto su-aasha isla markii la soo qorayba waad kasoo jawaabtay. intay kugu qaadatay inaad ama macluumaad intee leeg baad ka haysay? runtii iniyo dhaqanka waan xiiseeyaa, laakiin se su-aashani waxay su-aal kusaysaa hadee jiraale samaynta hawlaha dumarka. marka hooyo oo joogtay guriga ayaan wax ka weydiiyey su-aashan. dabeedna hooyo ay tiri waxaa qodobkaa aan doortay aan kusoo diray jawaab. hooyo tumaleeda xoolaa jawaahir sheekh maxamed oo caalin. jawaahir sheekh maxamed caalin, aad baan salaamayna hooyo iyo hooyooyin kale baa igu salaam. kolley waa dib barnaamijka daawanaysana waan salaamayna, dad badan baa ku xidhan. markaad eegto markaasi macluumaadka guud ee su-aalaha lasoo gudbinayo bal katalaan sida kuula muuqda. leo runtii barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo barnaamij muhiim ah oo looga baahnaa cariga soomaalida dhammaanba, waana barnaamij qaaliya aad iyo aadna wuxuu barnaamijkani muhiim ugu sii yahay da-yarta. waana barnaamij aad muhiim u ah dhinaca dhan kastoo laga eegaba, dhinaca diinta, dhinaca dhaqanka iyo dhinaca maadiga labadaba. waxaanan ugu hambalyeynayaa shirkadan Samtel ama Dahabshiil Group ee barnaamijkan qaban qaabisay. shirkadaha kalena waxaan leeyahay ku dayda shirkadan. way yuusuf, anaguna aad baan kugu hambalyeynaynaa. dabcan mobilkana dee hooyo yeelan doonta maa kawadaysata aad insha allah imika hooyo gudisay kole hooyana waa ku siin doonta ubadkeedan bay siinaysaa kadib hooyo sii gudoo siin doonta allah adda loogu sacabiyo hooyo iyo yuusuf ba aad baa maadsantaaad baa maadsanta. waagaag daawadayaal, mar kale ayaan kulanti wanaagsan idin leenahay. weydiinta aad warcelinta kusoo samayn doontaan isla waqtigan u diyaar garooba hooyooyinka iyo ayeeyooyinkana soo dhaweeya. dabcan labadaba qeyb weyn bay ka yihiin barnaamijkale. weydiinta caawa waxay doonaysaa xayawaanka wixii uu cuno aanay calooshiisa ku hakan markiiba ay baxaan waa xayawaanka wixii uu cuno aanay calooshiisa ku hakan ee markiiba ay baxaan waa ba ayaha ta aboorka ja shinnida xa diinka. mar kale aan idigu celiyo, xayawaanka wixii uu cunaa aanay calooshiisa ku hakan ee markiiba ay baxaan waa ba ayaxa ta aboorka ja shinnida xa diinka. waagaag daawadayaal, waxaan jecelahay weydiintan inaad warcelin kusoo samayn doontaan barnaamijka kaxiga ayaana isugu iman doonaa tisaxda ku tahay iyo qofkii ku guuleystay weydiintii tan ka horreysayba. aad iyo aad baan waqtigiina qaaliga ugu mahad celinayaa. dabcan gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay dadweynaha studio ugula sugan ayaan aad ugu mahad celinayaa yagana waqtigooda qaaliga meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Sabio, asalugla hai, sotel, mucho.